لسوء الأوضاع بسوريا والحرب السورية بداية داعش، فنحن قدمنا للإقليم الكردستان رحلة كانت كتير صعبة. الأوضاع قد ما قلك كتير كانت صعبة. الخيام بالزور بدك تأمن خيمة تقعد أنت والعائلتك فيها بالصيف، حر الصيف. طالبة متخرجة من الجامعة عندها حلم، عندها مخطط بالحياة، صارت عندها لجوء، فيعني بدها تبلش من الصفر. ما استسلمت، يعني بدي أشوف ولو حتى فرق، بدي أتطوع بالفرق التطوعية لأن مساعدة هدول النساء وهالعالم اللي إجوا. فانضمت لمنظمة تمكين المرأة. وراء أسبوع ما قدمت للجوء شفنا كتير عوائل نساء معنفات من العائلة الأسرية، من زواج القاصرات، من زواج القسري، من المعنفات من أزواجهم أهلهم. جانا مشروع من اليو إن وومن مدد، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء. فتحنا لدورات صالون، فتحنا لدورات الخياطة، غير الدورات التانية اللي بين الصوف بيشتغلوا بالسنارات. كيف إنه هن إذا ما عندهم مثلا مهنة، يعني أي شغل تاني بإيدين فيهم يشتغلوا. النساء تكون متمكنة اقتصاديا، مو أو تعتمد على الرجال، هي لحالة بدها تشتغل تصرف على أولادها أو تعتمد على المنظمات أو أي جهة داعمة لها. كان حلمي إنه أفتح لي مشروع صالون، وعن طريق المركز فتحوا لي هذا المشروع واستفاديت هواية، يعني صار مصدر رزقي أعيل عائلتي بيها. يعني أنا شخصياً أحس نفسي هسه مرأة قيادية يعني، وما أعتمد على أي واحد بأي شيء. يعني رسالتي الأساسية إنه لكل النساء العالم بقول إنه مو نحن نقطة الضعف، نحن نقطة القوة. النساء متستسلم لكل الظروف، فيها تقاوم فيها تبني. فإذا نحن النساء استسلمنا للضعف فبيمارس علينا الضعف أكثر، فيها تغير كتير أشياء بالمجتمعات وسياسات المجتمعات. هي النساء بقدرتها بحنكتها فيها تغير كل شيء.